سمير عبد المنعم التركي، الحاج عبد المنعم صاحب مصنع عبد المنعم ابو زيد. الجلد الضاني بنعمل الطبيعه بتاعتنا، وجاكيت بيكون مريح، غير الجلود الثانيه بتستخدم في الاحذيه وبتستخدم في حاجات ثانيه كتير، وفي منها بيستخدم في الجراكت، بس بيكون جاكيت جلد تقيل جدا للمهمات الخاصه. بيكون الجاكيت جلد تقيل جدا للمهمات الخاصه اللي هو ممكن يحرر حد في الشركه. بيشتغل في الجلد الجلد بيشتغل في الجلد الضاني. الجلد الجلد بيخش تقريبا في 5 مراحل، هو معتاد الناس معظم الناس بيشتغلوا في الجلد الضاني، هو زي ما انتم شايفين كده، ده لون هون الجلد الضاني بكل الدرجات، كل مصنع بيشتغل في الدرجه. الجلد دي زي ما انت شايف الراس والرجلين واللير بتاعت الحروق. مرحلة القص دي أهم حاجة في الجاكيت الجلد، إن هي بتحدد مصير الجلد اللي إحنا هنشتغل فيه ونقص الجلد. بعد كده تاني مرحلة بتخش على مرحلة الدق، تالت مرحلة بتخش على مرحلة التقفيل اللي هي مرحلة المكن، وبعد كده يخش الفينش. الفينش بتاع الجاكيت اللي هو تقفيل الكراسين، مرحلة الجودة، المكن. الجاكيت الجلد الطبيعي تبدا من 500 جنيه لحد 1000 جنيه، اللي هو مثلا يكون بط ويكون حاجه طويله اطول من التونيك.